الشفاء الفاصل بين الكلمات والسطور. ولولا حياة يعني مواجهة مرض كذا وحالة كذا وده من سلاسل المتنين صعب على حد يصنع كلمة قدامي. لولا الشخصية القوية والمسلمة بتعرف تواجه وكل حاجة. ولكن الجزء المريب في القصة نعمة الله لما يبلغ الإنسان لحظة انتقال. محدش فينا بيعرف خلاص حصل. الكتاب يقول كده لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت. للولادة وقت وللموت وقت. للزرع وقت والخلع والزروع وقت. للموت وقت. الإنسان ممكن الحياة تخلص في لحظات. ربنا بيسمع حوادث نسمع عنها كتير. لحظة الإنسان معنا في لحظة الإنسان من نعمة الله علمنا نعلمها الوقت الأخير وقت الانتقال. نعمة تانية نعمة المرض لا تستهينوا بالمرض.